موجز الأخبار من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. قدم محافظ صلاح الدين بدر الفحل إلى وزير التربية الدكتور إبراهيم النامس تقريرا مفصلا عن حالة الطلبة الذين ظهرت لهم حالة الغش في نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي، فيما تعهد الوزير خلال اللقاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف الطلبة المتضررين وتوفير بيئة تعليمية عادلة لجميع الطلبة. طالب سياسيون ومواطنون بعدم تحويل المشاريع الخدمية في صلاح الدين إلى سجال مصالح سياسية أو شخصية، موضحين أن أغلب القطاعات تشهد حركة أعمار ورفع مستوى الخدمات بنسب متفاوتة. شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني على ضرورة التكامل بالعمل بين المحافظ ومجلس المحافظة، لأن معيار النجاح هو رضا المواطن وتقديم الخدمة المتكاملة له وتحقيق الفارق الملموس في الواقع الاجتماعي والاقتصادي. استبعد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق قبل موعدها المقرر نهاية العام المقبل، مشددا على إبعاد المناكفات والتنافس السياسي عن عمل الحكومة، فيما اعتبر عدم طرح انتخاب رئيس البرلمان في الجلسات المنعقدة مخالفة صريحة وحنث باليمين. ألمحت وزارة التربية في بيان إلى إعادة طلبة السادس الإعدادي الراسبين الامتحانات في الدور الثاني وإعادة النظر بإدارات المدارس التي لم تحقق نسب نجاح عالية، إذ سيتم إعفاؤها واتخاذ إجراءات بحقها لأنها انحرفت عن الأداء التعليمي. رجح النائب عن التنسيق الشيعي محمد زيادي ممارسة ضغوط أكبر على الأطراف السياسية السنية لتسريع عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، مضيفا أنه في حال عدم حسم الخلافات خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم التوجه لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان مع ترك أمر التصويت للنواب. أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى محمد الكاكائي أن غالبية السجناء الذين أطلقت سراحهم قوات قسد من العرب والسوريين والأجانب ولا عراقيين بينهم، ما يبدد مخاوف التسلل عبر مناطق غرب نينوى. أظهرت البيانات المختصة تخفيض الهند لمشترياتها النفطية العراقية إلى أدنى مستوياتها منذ أيلول عام 2020 مقابل زيادة في الإمدادات الروسية، ما تسبب بتقليص حصة النفط الشرق أوسطي في سلة الخام الهندية وانخفاض حصة أوبك إلى أدنى مستوى، حيث تعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم. ختام الموجز، ألتقيكم على رأس الساعة.